السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حاجة الله يخليك. معلش أنا ممل، كل شوية هاجي لك. والله العظيم ضيف تقيل. تشرفنا والله. والله تشرفنا في أي وقت. لا وجايب معز معايا. والله تشرفنا. ابني متعب أنا عارف وعمال. لا ده عسل. ماسك الترومبو. عايز يطلع مية بس مش هيقدر. عايز تطلع أطلع لك يا معز؟ أيوه أنا طلعت مية ولا ما طلعتش؟ أهي. شوف اتعلم. يلا مية جميلة. خلينا بقى إيه؟ نتكلم بقى عن رمضان شوية. اول يوم رمضان بتبقى احلى اكله، تعمليها ايه في اول يوم رمضان؟ بنعمل لحمه ومحشي. ايه محشي ايه بقى؟ كرنب، باذنجان، كوسه، اي حاجه. المهم يقولك العصير، عايزين العصير. الجو حار، الجو صعب، الصيام حار. يقولوا لنا كده الجو حار. فاكره رمضان بقى وانت قدهم؟ كنت صغيره، كنا بناكل سريس. وكان دلوقتي زي مش بتصومي يعني؟ كنا بنصوم بس كنا بنجيب السريس ونفطر عليه، نجيب شويه خبزه نفطر عليهم. دلوقتي بقت حاجه تانية يا استاذه. طب قولي لي بقى، زمان دلوقتي بقى هم بيجيبوا الفوانيس اللي بتنور وبتغني، فاكره ايامك بقى كان الفوانيس عامله ايه؟ كتير فوانيس وكله. كانت بتشتغل ازاي الفوانيس؟ فيحطوا كده الشمعه في قلب الفانوس ويمشي يقول حلو يا حلو يا رمضان كريم يا حلو. اما انا دلوقتي بجيب الفوانيس الكبيره ويعلقوها في الشوارع. بيعلقوها في الشوارع، شكلها حلو. وبعدين النور دلوقتي جميل. قولي لي بقى، انت في رمضان بقى بتحبي تروحي تصلي التراويح بقى في الجامع ولا بتصليها في البيت؟ بروح الجامع. والله بنفطر على بلحه. بنفطر على البلحه ونتنينا بقى لما نصلي التراويح وخلاص ونشرب بقه ميه. بنروح على الجامع بقى. من قبل المغرب. والله من قبل المغرب. ايه اللعبه بقى اللي كنت بتلعبيها وانت صغيره كده قدهم كده في رمضان؟ اللعبه كنت تلعبوا ايه بقى يعني؟ اسامي لعب تفتكريها لي؟ استغماية مثلا. ميه، نط الحبل. واحنا كده يعني ماتشات كوره بقى ولا طايه في العيب؟ هو انا كل ما اسال على حد يقول لي طايه في العيب هي ايه بقى؟ احكيها لنا. كنا بنقعد بقى صف كده صف كده، وتيجي الثانيه تحط الطايه في قلبنا كده. تقعدوا صف؟ صف كده. اللي تلمسك بقى هي اللي تقوم. لا تقعدوا صف طويل. وبعد كده ايه بقى؟ الثانيه بقى تيجي تحط بقى تمشي ورانا وتحط العيب بتاع الخلق في قلبنا. تخبي الطاقيه عندك في هدوم؟ في هدوم. انا امسكها. حد يدور ولا ايه؟ انا اللي ادور بقى وامسكها واقوم انا بقى اشتغل بيها. يعني وهي بتحط ال اخدها بقى وهي تقعد مطرحي وانا اعمل باكد. واللي يتهزم بقى يضحك تحكم عليه ولا تضربوه ولا تعملوا بيضربوه علقه؟ بيضربوه علقه. والله حلوه اللعبه دي. ما فيها ضرب تبقى حلوه. ما هو اللعب من غير ضرب ما بينفعش. والله دي حقيقه. فكرني بزمان. احلى زمان. الفرق بقى بين رمضان زمان بقى الايام بتاعتكم زمان الايام الصغيرين ورمضان دلوقتي. رمضان دلوقتي بقت حاجات حلوه يعني، خير خير. زمان كان افقر. كان حكايه فقيره. بقول لك كنا بنفطر شويه الخبيزه والعود السريس ونسحر شويه اللبن الرايب اللي انت شفتهم دلوقتي كده. دلوقتي بقى خير. ما تاكلوش دلوقتي، مش هتاكلوا كمان شويه. خير الحمد لله. ربنا يزيدك من نعيمه. يزيدك انت يا رب ويزيدك يا رب. الله يخليك. تحبي بقى تعزمي مين بقى في رمضان؟ اهلي ولادي واهلي واصحابي. لما بيبقى عزومه بقى بنلم بقى صديقاتك بقى صحابك اللي بتعزميهم بقى. انت بتقولي بعزم صحابي، عايز اعرف هم مين بقى؟ يعني مثلا صديقه ليا وبتحبني وانا بحبها اعزمها وهي تعزم. تعزميها هي وعيلتها ولا هي تيجي لوحدها انتوا الاثنين تفطروا مع بعض؟ هي وعيلتها. هي تيجي لوحدها ازاي بقى؟ تريح شويه. تخرج شويه، تفك شويه. لا ما هي برضه هي وعيلتها، برضه هي وعيلتها وولادي ورجاله ولادي. انا مجوزه 5 بنات. ما شاء الله، ربنا يبارك. بيجوا بقى هو ولادهم، انت عارف بقى. مش هقول لك بتحب الدوشه دي ولا بتزهقي برضه؟ بحبها لما بقعد لوحدي بس. بتجيلكيش وقت تقول لهم روحوا؟ لا. انتوا دوشتكم. لا ما اقولهمش روحوا، احبابي بقى، دول احبابي. سبت الست ام تسوقي وقلت اروح بقى عمارتنا وشقتنا، شقه 13 في عماره الحاج رمضان، شقه استاذ شريف. ربنا كرمه هو ومراته مدام نهى بطفل جديد قبل رمضان بايام بسيطه، وكانت زي ما بيقولوا كده فرصه نضرب عصفورين بحجر. اروح اسلم عليهم واقعد معاهم في شقتهم واقول لهم مبروك كمان، هناخد ثواب كبير بقى. فتح لي استاذ شريف ورحب بيا جدا، قال لي انا لسه كنت بسال حارس العماره، هو احمد بيجي حوالي الساعه كام كده كل يوم، انا عاوز اعزمك على اسبوع اسر ابني. وانا قبلت العزومه، وكمان انا كنت جاي والله ابارك لك كمان. ربنا يبارك فيه ويتربى في عزكم ان شاء الله. قال لي تتعرف احنا كنا ممكن نعمل على فكره العقيقه والسبوع قبل رمضان، بس انا بصراحه انا ومراتي اتفقنا ان احنا نعمل السبوع في رمضان. ليه بقى؟ عشان احنا عايزين نعزم كل سكان عماره الحاج رمضان، وهنعمل السبوع بكره.
خلاص ان شاء الله هاجي. بس انتوا هتبداوا الاسبوع بعد التراويح؟ قال لي لا، احنا هنفضل طول اليوم فرحانين ومنشكحين من قبل الفطار كمان، ممكن تيجي بدري كمان شويه بما انك كده كده جاي بكره في معاك. بس هقول لك على سر، في مفاجاه كبيره جدا وعظيمه جدا هتتبسط بيها يا ابو حميد لما تيجي. طب تتوقعوا بكره هيكون في ايه في العمارة؟ اللي هيتوقع صح ليه هديه. ادخلوا حالا على الهاشتاج بتاعنا على تويتر عماره الحاج رمضان شقه 13، او صفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090، وهتلاقوا البوست بتاع عماره الحاج رمضان، وقولوا لنا ايه المفاجاه اللي هم محضرينها لي بكره. دايما بنقولها لبعض، النبي وصى على 7 جوار، وسكان عماره الحاج رمضان بيطبقوا الموضوع ده بالحذافير، مثل مؤمنين بيه ومصدقينه جدا ومقتنعين بيه وبيعملوه باجمل واحلى شكل. واجبنا العمل اللي هنختم بيه، سلم على جارك ود اسال عليه، اعمل طبق حلويات وديه. فاكرين فيلم احمد حلمي؟ فاكرين فيلم احمد حلمي كان اسمه ايه طيب؟ اللي كان طبق الحلويات طالع نازل طالع نازل، ليه الحاجات الحلوه دي بطلناها؟ يلا بينا نرجعها تاني. وذكرنا اللي بنختم بيه النهارده، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.